اسم رمزي يونس، موظف جماعي اقليمي اسفي تقني بالجماعه. بالنسبه للوقفه ديال اليوم كنعاودوا ناكدوا فيها المطالب ديالنا المشروعه والحق ديالنا في انتزاع تسويه شامله على غرار باقي القطاعات والوزارات، وكان الاخير ديالها قطاع وزاره العدل التي سوت لجميع موظفين دولها بالشواهد وبالاجازات، وكانت كذلك وزارة التكوين المهني، هادو تم تسوية للموظفين ديالهم مؤخرا، في حين أن الموظفين الجماعيين الموظفين ديال الجماعة الترابية لم يتم تسوية بالإجازة أو بالدبلومات المحصل عليها، وهذا منصوص عليه بحكم المرسوم 1038-128 في قانون الوظيفة العمومية، واللي هو المستند اللي تم اللي استندت عليه وزارة الداخلية وسوات به باقي الإخوان ديونا إلى سنة 2011. فنطالب الوزير المسؤول أي وزارة الداخلية بتسوية هذا الملف عاجلا، لأنه حق المشروع ولا تنازل عنه. حسام بولاطار منسق جهة الدار البيضاء السطات، بالنسبة للموظفين جماعة الترابية حاملين الشواهد والدبلومات الغير المدمجين في السلالم المناسبة، اليوم كنجسدوا هذه الوقفة تطبيق البرنامج الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملين الشواهد بالجماعة الترابية. كنحاولوا نحملوا المسؤولية السيد رئيس الحكومة في التماطل على اتخاذ القرارات المناسبة من أجل رفع الضرر والحيف على الموظف الجماعي بتطبيقه للظهير الشريف 63 اللي كيعطيه كامل الصلاحيات للترقي بالشهادة والدبلوم. كنعاودوا نحملوا المسؤولية للسيد وزير الداخلية في سوء التسيير ديالو والتدبير ديالو للموارد البشرية بقطاع جماعة الترابية. كنحاولوا أننا نبغيو نوصلوا واحد الرسالة، ما مفاكينش واخا يطرى اللي بغى يطرى. ظروف محمد، موظف جماعي جماعة الترابية. اليوم كنجسدوا واحد الوقفة امام البرلمان بعد ما كنا نجسدوها امام الوزاره الداخليه اللي تعرضنا فيها للقمع الذي عهدناه على السلطات المحليه. نحن لدينا طلب واحد واوحد، وهو التسويه الشامله لموظفي الحامل الشواهد العليا. كيف يعقل نحن حاملين شواهد عليا ونقمع في ادنى سلالم في الذل والعار، وهو سلم 6، وعلى بعد التقدير هو السلم 7 الذي تم حذفه، ويجب على رئيس الحكومه ووزير الداخليه اعطاء كامل اهميه لهذا الملف لاخراجه وتسوية وضعيتنا. وهناك موظفون مقبلون على تقاعد، ومعنا الآن موظف مقبل الشهر المقبل إن شاء الله سوف يقبل على تقاعد بدون تسوية وضعيته. هذا ظلم وحيف وعار أمام جماعة ترابية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.